الوجه الثالث. قال شيخ التيمية: أبلغ ما يقال لمن يثبت رؤية العين. الآن يقول الوجه الثالث: الثالث أن في حديث عكرمة أليس يقول الرب تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال ابن عباس: لا أم لك، ذاك نوره الذي هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. يقول الله سبحانه وتعالى للتقريب: الله بصورته النورية، بصورة النور، هذا لا يدركه شيء. أما الله بالصورة غير النورانية، غير النور، فيدركه شيء. فيريد أن يقول بأن ما أقولهم من رؤية العين بأن النبي قد رأى ربه، لا أقصد النور، أقصد الصور الأخرى غير النور، غير النورانية. واضح المطلب؟ إذن يقول أليف: ومعلوم أن هذه الآية إنما يعارض بها من يثبت رؤية العين. باء: ولأن الجواب بقول ذاك نوره الذي هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. يقول الجواب بهذا القول: يقتضي أن الإدراك يحصل في غير هذه الحالة، أي في غير حالة، أنا أقول أي، ماذا يقصد ابن تيمية؟ يقول أي في غير حالة التجلي بالنور، فالتجلي بالنور هو الذي لا تدركه الأبصار، أما التجلي بغير النور وبالصور غير النورانية وغير النور وبصور أخرى غير النورانية فلا معذور فيه، ممكن أن تدركه الأبصار. ولا شك في أن الأبصار تدركه يقينا كما أدركت الأبصار الشاب الأمرد، يعني هذه الصور الأخرى، أقول لا شك، يعني معنى كلام ابن تيمية، ولا شك في أن الأبصار تدركه يقينا كما أدركت الأبصار الشاب الأمرد الرب والشاب المسيح والشاب أو الشيخ عزير أو الشيخ فلان أو الولي فلان أو الصوفي فلان أو فلان، بل وكما أدركت الأبصار الرب المتجلي ببقرة أو عجل أو نار أو بوذة أو الوثن أو الكوكب أو الشمس أو القمر أو غيرها من صور الرب ومن صور للرب قد تجلى بها غير التجلي بنوره. انتهى تعليقي على باء. جيم: لا زال الكلام لابن تيمية: وإنما أخبر به من رؤيته هو من هذا الإدراك الذي هو رؤية البصر، وأن البصر أدركه لكن لم يدركه في نوره الذي هو نوره الذي إذا تجلى فيه لم يدركه شيء، أي أدرك الصورة غير النورانية، الصورة غير النور. دال: يقول ابن تيمية دال: وفي هذا الخبر من رواية ابن أبي داود أنه سئل ابن عباس هل رأى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربه؟ قال ابن عباس: نعم. قال السائل: وكيف رآه؟ قال ابن عباس: في صورة شاب دونه الستر من لؤلؤ كأن قدميه في خضرة. فقلت أنا لابن عباس: أليس في قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ قال ابن عباس: لا أم لك، ذاك نوره الذي هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. وهذا يدل على أنه رآه وأخبر أنه رآه في صورة شاب دونه ستر وقدماه في خضرة، وأن هذه الرواية هي المعارضة بالآية والمجاب عنها بما تقدم. ها الكلام لازال لابن تيمية: فيقتضي أنها رؤية عين كما في الحديث الصحيح. يا جهال التيمية،
يا عباد التيمية يا عباد الوثن التيمي، افهموا اسمعوا. لا اسمعكم الله. يقول ابن تيمية يقول: فيقتضي انها رؤية عين كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء. أقول مبارك للتيمية، دليل في دليل في دليل وبرهان من شيخ التيمية يثبت فيه رؤيا العين وفي اليقظة للرب الشاب الأمرد الوفرة الجعد القطط في روضة خضراء، وما بعد الحق إلا الضلال والتجسيم وعبادة الوثن الشاب الأمرد. إذن انتهى من الدليل الأول والثاني والثالث، الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث، لنرى الوجه الرابع، وكلها هذه تصب في رؤيا العين. وفي أبلغ ما يقال الوجه الرابع، قال ابن تيمية: أبلغ ما يقال لمن يثبت رؤيا العين الوجه الرابع، أن في حديث عبد الله ابن أبي سلمة أن عبد الله ابن عمر أرسل إلى عبد الله ابن عباس يسأله: هل رأى محمد صلى الله على محمد وآل محمد ربه؟ فأرسل إليه، أي ابن عباس أرسل إلى ابن عمر، فأرسل إليه عبد الله بن عباس: نعم. فرد عليه عبد الله بن عمر رسوله، أرجع الرسول، أن كيف رآه؟ ابن عباس قال: نعم رآه، ابن عمر يرسل إليه. يرجع الرسول قال: كيف رآه؟ فأرسل إليه، أي ابن عباس أرسل إلى ابن عمر، فأرسل إليه: رآه في روضة خضراء، دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة كما تقدم. يقول: وكون حملة العرش، ابن تيمية يقول: وكون حملة العرش على هذه الصورة أربعة، يقول: هو كذلك. إذن هذا وجه رابع، هذا دليل رابع يأتي به ابن تيمية في أبلغ ما يقال لمن يثبت رؤية العين. لإثبات رؤية العين هذا هو الدليل الرابع. ما هو الدليل الرابع؟ هذه الرواية التي يثبت فيها ابن تيمية رؤية العين لأي رب؟ للرب الذي رآه النبي صلى الله على محمد وآل محمد في روضة خضراء، دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة. هذه رؤيا عين، شاهد الكرسي وشاهد الملائكة وشاهد الرب وشاهد الروضة الخضراء وشاهد الفراش من ذهب. الوجه الخامس، قال التيمية: أبلغ ما يقال لمن يثبت رؤيا العين الوجه الخامس، أنه ذكر أن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالرؤية كما اصطفى موسى عليه السلام بالتكليم. لاحظ الوجه الخامس، يقول أنه ذكر أن الله اصطفى، أو أنه ذكر أن الله اصطفى، أو ذكر ابن عباس أنه ذكر أن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالرؤية كما اصطفى موسى عليه السلام بالتكليم. ومن المعلوم أن رؤية القلب مشتركة لا تختص بمحمد صلى الله على محمد وآل محمد، كما أن الإيحاء لا يختص بموسى. فإذا كان المقصود من الرؤية رؤية القلب رؤية الفؤاد، فيقول هذه مشتركة بين الأنبياء، كل الأنبياء عندهم رؤية الفؤاد ورؤية القلب، فلا يبقى إلا رؤية العين التي اختص بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن باقي الأنبياء، وبهذه قد اصطفى الله سبحانه وتعالى بهذه الرؤية وهي رؤية العين. يقول كذلك في التكلم مع موسى عليه السلام، فإذا كان التكلم هو يقصد به الإيحاء فلا فرق بين موسى وباقي الأنبياء، أيضا
يتحقق عندهم الإيحاء. فإذا إذا كان هذا مشتركا بين كل الأنبياء فلا يوجد خصوصية لهذا التكليم مع موسى. فحتى تتحقق الخصوصية والاصطفاء فلا بد من اختلاف بين هذا التكلم وذاك التكلم. إذن هذا تكلم يختلف عن الإيحاء. إذن هذا التكلم حقيقي مشافهة بالمواجهة بالمشافهة، وتلك رؤيا رؤيا عين، حتى يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد تميز عن باقي الأنبياء بالرؤيا وهي رؤيا العين، وموسى قد تميز عن باقي الأنبياء بالتكلم وهو التكلم الحقيقي بالمواجهة والمشافهة. يقول ولا بد أن يثبت لمحمد من الرؤية، والكلام لابن تيمية، ولا بد أن يثبت لمحمد صلى الله على محمد وعلى محمد من الرؤية على حديث ابن عباس ما لم يثبت لغيره، كما ثبت لموسى من التكليم كذلك. هذا هذه الأدلة في بيان تلبيس الجهمية جزء سابع، وبدأنا من صفحة 288 وانتهينا في 291.